انا ولادي ما نساونيش، انا بناتي ما نساونيش، الحمد لله. دوك انا رمضان كامل راني صمت عند بنتي. ايه العيد يشريو لك هكذا جبه؟ شوفي هما ماشي لاحقين روحهم، اسمع انا عندي الانترنت ماشي لاحقين روحهم، هكذا يفكرون هكذا حاجه عيطوا لي يا سيدي جاو عندي وانا ما كان. ما يشريو لكش جبه تاع العيد؟ لا لا انا ما نقبلوش. خاش عندهم بنات عندهم اللي من يشريو، انا ما خاش ما نقبلش. شهريه وفيها ما فيهاش بنتي شهريه تاع ما يقراش، انا ولادي ماشي قارين. ايه صافي ما نقدرش، واش نقول لي نشري لك نقولوا لا لا. على هذوك الدراري هذوك تاع تاخر الزمان امبوسيبل امبوسيبل باش يخمم على يماه ولا على باباه ولا على خواتاته ولا خاوته. نو سورتي على يماه بالتليفون، واش راكي ماما واش راكي؟ لا ما كان باش يطقطق عليها ويفد لها قفه ولا ماشي قفه يعطيك الصح يفرحها يفرحها ما كاش تربك يطلع عليها ها يجيب لها كاش حويجه لا سورتو راه جاي العيد الوغ ان شاء الله بربي يكونوا يخموا عليهم. شوف راح نقول لك واحد الكلمه، الاولانيه الضيق يولد الانفجار، الضيق يولد الانفجار، واللي في يدو ديما عيدو بلا شك 85% ولا 100% يتفكر يماه، واحد اللي يكون وليد الاصل يتفكر يماه، باسكو شوفي يقول لك يا رضاة الله واحسن الوالدين، والوالدين نهار يروحوا على بالك يحب يقول كاين واحد الكلام شعريه يقول لك احبابي غابوا عليا وحنا الضياف مانيش ناسي، نحبهم ويموتوا عليا ونتحقق بلا ما نسقسي، احبابي هما والديا بهم اللي جيت للدنيا وبهم سعيت ناسي، رحلوا عليا مع العشيه حبيت نبكي شويه ولقيت قلبي عاصي، بديت نعيط يا ما ويا بويا ومع الزمن راني نقاسي. هذا اللي ما تفكرش يماه كيما يقولوا بقبيليه مازالش. انا ما انا على كل حال عندي واسمه وليدي في الخارج مزوج يتفكرني نو يبعث لي غير كورونا دار كورونا يبعث لي مدى به لو كان قال لي حل كونت باش نبعث لك انا قلت له لا لا ولي عندي وليدي في الخارج ولا هنا عندي بناتي مزوجين وهكذا كل غير كما يقولوا يجيبوا لي الحمد لله على كل بصح ما نموش الاولاد عندهم ثاني بظروف تاعهم وانا ما كيما يجيبوليش ما نصافش عليهم عندهم ظروف تاعهم بالك بالك مساكن بالك ما يلحقش بالك كذا عنده على هذه الانسان ما لازمش يلوم صح نقصد بكري ما عندوش يجيب له سا ديبون كاين وكاين ماشي كاع كيف كيف مي بصح نهضر على نفسي مي على الناس ما كاش واحد اللي راه قاعد معاهم بصح نهضر على عمري وعلى ولادي وعلى بناتي ربي يعطيهم ويمنيهم يتفكروني في العيد يتفكروني لا بالمصروف لا بالحوايج لا واش خصني يجيو كل يوم ليا ما بعاد عليا يعيطوا لا شتا بالتليفون لا شتا بهذيك الاخرى شو يشوفوني يشوفهم يعني انا ما عندي حتى مشكل مع ولادي. الوالدين كل يوم عيدهم اختي ماشي لازم يكون عندهم عيد سبيسيال ولا انا ما نقدرش ننسى والديا باسكو واش راني ندير واش راني ندير واش راني باني حياتي بانيها عليهم واش نقول لك اختي دوك سا ديبون الواحد كيفاش تربى اذا كان بروش ليماه اذا قريب ليماه اذا يماه كي رباته وخلاته يكون بروش ليه هذه عفسه هذه عفسه كيما يقولوا تولي التربيه والواحد ما يسمحش في الوالدين مهما يكونوا الوالدين ما لازمش ينساهم كيما الاولاد كيما الوالدين كيف كيف الواحد ما يقدرش يسمح في ولادو كيما ما يقدرش يسمح في والده. يتفكروني يتفكروني على حسب واش عندهم كان الظروف كان حتى الولاد هادو يشوفوا الظروف كان هذوك الوالدين اسكو كانوا يعطوا لوالديهم تو دابور هذوك الوالدين اسكو كانوا متفكرين والديهم كان هما كانوا يديروا هذا الشيء هذا الحنان الوالدين باسكو كي تمدي حاجه لوالديك شغل حنين توري له تدي مونترك وتحبه الوالدين هذاك تاعك هذه هي مي دوك مازال كاين كاين دي جون ما شاء الله راني نشوف فيهم الناس كاع راه يتقطع في هاد لي جون هادو بصح راني جو فوا كاين دي جون لاباس بهم مربين يصدقوا رياضه كلش فهمتي كاين دي جون مازال انا نقول لك باللي يعني هذا الوقت يعني كاين الناس اللي مازال يعني اللي عندهم الوازع الديني هم مازال يعني يتفكروا الاولياء نتاعهم وتربوا يعني في المسجد ماهوش ناس واحد اخرين اللي يعني خارج الاطار هذوك يعني نساو يعني الأو
الاولياء نتاعهم، ولكن انا نقول اللي عندهم الوازع الديني ديما يعني يخافوا ربي بالاولياء نتاعهم، يعني تاع الاولياء نتاعهم هما اللي رباوهم هما اللي كبروهم هما اللي شقاو عليهم، ما ينسوهمش يعني، خاصه في هذه المسابقه يعني تاع العيد دخل فرحه والبهجه والسرور على ماشي غير على العائله الصغيره حتى العائله الكبيره. وللاسف يعني كاين مازال ناس واحد اخرين اللي مازالهم بالاسماس وكذا، والاسماس ماهوش مع تقاليدنا ولا معرفنا،